السريعه منك انا معايا تقرير من ابن المعلم تمام حسن شحاته كريم حسن شحاته كيمو حبيبي كيبو. هنسمع كريم هيقول لك ايه ونرجع بعد كده نخش على القضايا الساخنه بس. كابتن ضياء السيد حبيبي طبعا كل سنه وحضرتك طيب وسلم و... على كابتن مصطفى عبده وكابتن ضياء السيد بالنسبه لي يعني اخ كبير ومن المدربين الكبار جدا اللي انا اتشرفت واشتغلت معاه فتره قصيره في نادي النجوم لكن من المدربين المميزين جدا وليه تاريخ كبير جدا جدا طبعا كلاعب وكمدرب ومدرب منتخب مصر وطلع اجيال يعني مميزه جدا لمنتخب مصر وطبعا على يعني على راسهم محمد صلاح وقاد منتخب الشباب قبل كده وجيل مميز جدا من اللعيبه اللي بقوا بعد كده نجوم مصر ونجوم العالم ويعني اتمنى له كل التوفيق وراجل يعني حتى سلوكيا جميل جدا واخ حتى لما اكون يعني عندي اي مشكله بتكلم مع كابتن ضياء دايما وروحه حلوه ومن الشخصيات الجميله جدا وتقلد مناصب كتير يعني مسك نادي سيراميكا وكمدير فني للاتحاد الاماراتي من الشخصيات المميزه جدا اللي مش واخد حقه بصراحه يعني يمكن هو عشان راجل مش مش دبلوماسي والعلاقات والكلام ده لكن هو من المدربين الكبار جدا اللي مش واخد حقه واتمنى له يا رب يعني يكون في افضل حال و, و... ويمسك فريق كبير خلال الفتره القادمه ان الكابتن ضياء السيد يستحق يعني فكل سنه وحضرتك طيب يا كابتن ضياء واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله هتقول ايه اللي كنت بقول له هو صغير كده كيكو كيكو اه هتقول ايه الكريم كريم حبيبي وشخصية محترمة ومدرب مدرب نقوة و... ومدير و... كرة ناجح جدا لا ومذيع شاطر لا شاطر وحيادي بيبقى آه بالظبط لسه بيقول اللي هو شايفه صح اه بيقول اللي شايفه صح وابن المعلم كمان ده لا ده دي ح... حته حاجه في حته ثانيه خالص حبيبنا كابتن حسن لكن كريم صاحبي وصديقي واحنا على اتصال دائم ببعض دايما ربنا يكرمك يا آه كيمو وت... وت... وتتالق كمان وكمان وبعدين انا الحاجه اللي عجباني فيك اللي انت شايفه صح قوله ما يهمكش بقى فلان يقول لك انت عملت كذا ولا كذا والناس اللي هي بقى بقى الصوت كدا. العالي مالكش دعوه بيهم خليك في اللي انت ماشي فيه في البولين <applause> بتاعك وانت بسم الله ما شاء الله ليك نسبه مو... نسب مشاهده كويسه قوي مع الناس طيب قبل ما اخش على القضايا العامه بقى انا عاوز الرد يبقى سريع وعاوز بقى إيه السؤال وتديني الرد كده في وشي على طول مش قادر بقى تلف لي من ورا الكرسي وتجي لي من <تصفيق> الجنب كابتن <applause> طيب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجد